قاتل وما تبكيش ما بدي عليك ودرعه تبكيها الله يستر عليك ما تبكيش وحنا دابا غات انا هضره سبحان الله الا حنا نشوف ما تبكيش ما تبكيش ما يسهل دابا غيت دير تدير ايوا ولدي انا حساسه بزاف على هذا الموضوع ايوا هي اللي عرفتني تا بنتي شنو كاين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه للمسيدين الكرام اخويا عاطف قتبوا لينا دابا تقريبا العصر شي خدام ولا خدام جيت من الخدمه خويا تنوض الصباح بكري واخر تنحيدو الزبانه تنحيدو الفول تنزرعو البصله تنقصو على البطاطا يعني واحد المجموعه ديال تنحصدو انا وخويا محمد البركاني مشاهدينا الكرام تتسولوني على رشيده مطلقه فينا خي محسن شنو نقول لك والله ما عرفتش علاش تطلعوا نتوما وسيروا عندها انا راني عاد فقت من الناس من الخدمه خوتي راه من 3 الصباح وانا خويا اقسم بالله معاك الا تنقيل خوكم ما كاين غيزي قالوا لي علاش ما جبتيش رشيده قلت لهم السبب كمل كمل ماشي مقسم بالك شنو كاين تشوف عندها وشوفوا مالها وشوفوا مالها داك الشيء كيفاش شنو بعيد كل البعد ماشي شاد الرونه اللي واقع ماشي شوف مي يهضر معايا حتى واحد مي خاطبني حتى شي واحد عندي واحد المجموعه ديال الخدمه راسي عامر لا داعي باش ندخل فين رشيده ولا فين عادي ولا فين داكشي انا بعيد عليه الله يجازيك بخير ما خمس عليا شغل عندي واحد 20 يوم سوق العيالات كيقال عليك سوق العيالات بعيد عليا انا نيسان ولكن هذا ما يدير ولكن ضروري حاجه غادي تكون تقول لك رشيده شنو واقع دابا يا ام حسين صلي على النبي اللهم صل على الحبيب هذاك الشيء انا بعيد على داك الشيء خدام سميتو ماشي خدام نخلص الخدامه ديالي وراه ضيف جا عرفتي الضيف من جاي حسن جا عندنا مسكين باش يطلب السي زعما يطلب حتى رشيده السي ابراهيم صافي السي ابراهيم هو اللي قال الامور هو السي عليا ما تعاودش الصلاة على النبي الله يعاونكم يا الله سير كيفاش اخويا اختي تقدا ولا سير اجا نهار الصباح بكري حسن قال لك اسيدي اللي درتيه الله يسخر معاه طابت السي ابراهيم راه عزيز عندنا هو اختي السعديه ووليداته الله يعمر لهم الدار تهلاو فينا مساكين كرمونا كيحسبونا بحال واحد من العائله ديالهم الله يسعدك يا اختي اختي تيجي تلبس عرفتي والله الا تلبست هاد النهار هذا في الدار ديال راسي ماشي هذيك وان شاء الله نتمنوا اختي السعديه توقف معنا في هذا المشكل هذا خاصنا نفكوا هاد الحريره اختي السعديه والله كملي حفصه غادي نشوف تيتي شنو اللي حصل والله الا خاويه تيتي تدبر بلا رشيده والله الا خاويه زعما الصراحه الله حفصه والله على هذا الشيء ما بغيتش يكون نهائيا وفاش عيطوا الدراري وهذا قالوا لها شنو كان قلت له والو انا ما سديه مسكينه ما عرفتش شنو وقع لي كاع الصراحه الله حيت وهاد الناس نعمه الناس و... يعني واحد الصداقه بيناتنا خاص نزيدوا نقدر ان شاء الله وليد في يد المشاهدين وزيدوا تعطيونا في الكومنتيرات باش ان شاء الله يصلح هاد الشيء وما غيكون غير الخير وحق الله العظيم والله نتمنى ونتمنى يا اختي جيتي كتجي والله شوف امتى غتعرف صاحبك ولا خوك ولا اختك خاصك في الهزه خلاني على بزاف د الحوايج والله انا ما نكذبش عليك بقى في هذا بزاف ونتمنى ونتمنى يكون خير ترى شي داك جا عليك ضروري تكون في القناه شو كلهم المشاهدين اقسم بالله ما عنديش لوجيه تي عاوتاني شي وحده في البنات تسلتنا لا لا هادو بقاو غير تابعين هاد الايام مازال ما فكينا مشكل باغي يخرقنا هذا راه المغرق انا مشاهد وانت راه جبتي راجلك وجيتي بوليداتك تبارك الله وراه جيت للدار شوف بحال رشيده بحال ستيش بحال حفصه اقسم بالله حيت علاش راه بحال الروح ديالي راه ما تيقوش المشاهدين والله الا ربي اللي شاف اختي السعديه الله يرحمها عليا الدار شتي فاش خوات الدار والله ما بقيت الماكله ما بقاش تدوز ما نكذبش عليكم الله ونتمنى دعيو معنا المشاهدين دعيو معنا باش ما كان لا لا ان شاء الله نمشيو عند الدار الله يسهل عليكم بنادم تدبع عليه الدبيحه صافي ما بقى له فين غادي يزيد هاد مازال داك الشيء اللي كاين ما تنشكش بها ياك انا واخا يكون ما عرفتش ندير لا تمشي عند تيتيش اش كتقول شنو تيتيش زوقتي المسائل ديالك لا تبعدا تيتيش قبل الموضوع نوريهم ما الطبق اللي صوبات علينا هادشي راه غير الواجد وصافي صراحه غير خربقنا الغدا ديال العروس المهم المتتبعين ديالنا راه ملي كنمشيو نديو الذبيحه لشي حد ما كيبقاش يهضر ولا يقول شي حاجه صافي يعني كيتسالاولو وان شاء الله نتمنوا نديو الذبيحه واختي رشيده ان شاء الله تسمح لينا وانا كي قال الله غفور رحيم على عبادي الله غفور رحيم داكشي اللي كاين غادي لكم شي تصويره مجموعين اجي وحده يا اختي ريان ندير لكم واحد التصويره هاكاك يا سلام هاكاك السعديه الله الا التصويره طلعت لكم عرفتي انتم عرفتي شبعتوا غير تصوروا بعدا في هذا اليوتيوب ودابا اخويا محسن دابا عرفتي ما حيتش الحم سخون لا الا برد اليوم يفضل عليه عمي ياكل الحم نكملوا معاهم المهم المتتبعين ديالنا ديك الساعه نكملوا معاكم لا فيديو ان شاء الله نتغداو ونكملوا معاكم التصوير ان شاء الله الرحمن الرحيم وانتم كما كتشوفوا الدلاح ديالنا ها هو
وضروري الوالد والوالده يقولوا شي كلمه ديالهم حتى هما. سير اختي السعديه هاتي تيزيلي وي تتزوق كي قال لا كنشوف ريان. شوف ريان انا جاي وريني داك البوط ديالك وريني البوط ديالك ريان وشو على بوط عنده كيدير واعر ها الصيف. شوف شوف مسكين دي الديه في عمي شو 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 كيدير لك دي الديه يلا شكون قال لك ديدي؟ راه مريض مسكين. شكون؟ اسمع قال لك انس ها هو البوط هذا قلت لي بوط في الصيف عنده آه. واش نعاه قال لك يلبس فيه ياك المهم كي قال هذاك ناكلو ويدير الله انا كثرت الرجال حيكم انهم كثرين كثرت اليوم والعيالات غادي ناكلو اليوم جبت لهم مولاضه جبت كل شيء يلا تيتي سير على الله شفتك اخويا غير جيتي الله يرضي عليك وصل لي مقابل 60 خدام آه. 70 خدام يزيد المشاكل ديال والله الا تيفيق مع الفجريه اخويا بالله انا كنت مع ثلاثه كافه انا مخدم على راسي كنقول لهم ما ياكلوا ما يهضروش معايا في الموضوع هذه مقلقه ولا داك الشيء انا بعيد على داك الشيء لا حسن واخا هكاك راه كتبقى مرتك لا لا الاحترام بيناتنا الخدمه العمل واخا دابا قطع قطع داك الشيء اخويا حسن واخا سميتو دابا واخا واخا خي حسن دابا المراه ديالك شتي داك الشيء اللي وقع يا ياسين هادشي ما نحسبو اما تقلق ولا ما تقلقش انا بعيد على داك الموضوع انا مطرف السي ابراهيم راه جا زعما حتى هو نعطيو كلمه السي ابراهيم سير اخو ابراهيم السي ابراهيم جا اللي دار السي ابراهيم السي محسن وخصي السي هي اللي غادي تكون باش محكم عليا ابراهيم والله الا برافو السي ابراهيم عزيز عندك حسن سير اخو ابراهيم قلنا شي كلمات الله يستر عليك كيدايرين متبعين ديال الحبوب لاباس عليكم الصحه لاباس عليك اخو ابراهيم عاود عاود الجو بخير عاود من الاول سير على الله السلام عليكم متبعين ديال الحبوب كيدايرين لاباس عليكم كلشي مزيان صحه لاباس في الحقيقه سمعنا واحد الخبر من بعد ما كانوا عندنا مرتاحين ضاحكين ناشطين ومشيت للخدمه موراها فاش جاو سافروا جاو لسيدي عدي دارهم سمعت واحد الخبر ما عجبنيش الحال وهذا حقيقه وجيت كنجري حقيقه جيت جمعت مرحبا بك حوايج الوليدات والسعديه جينا باش نشوفوا شنو كاين وفي الحقيقه هاد الناس راه عائله ديالي فهمتي عائله ديالي ما بغيتش ادنى حاجه ولا ابسط حاجه باش تدخل بيناتهم ولا يوقع لهم شي مشكل اي حاجه تقيسهم ولو تكون بسيطة لأنهم كنعتبرهم ديما عائلتي وخوتي الله يعطيك الخير أخويا وجيت باش نشوف شنو كاين حتى كيفاش عرفنا المشكل وحنا دابا جالسين نتغداو إن شاء الله نمشيو نشوفو أختنا رشيدة حتى هي نحاولوا نعالجوا المشكل إن شاء الله ما تقولكمش لا خاي إبراهيم وأنتم ما يقصروش ما يديروا لي خاطري حتى هما راه كيعتبروني خوهم بطبيعة الحال والأمور غتكون إن شاء الله جيدة بيناتهم الامور ترجع الى مجاريها ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم لالي اختك خويا ابراهيم وتحيه لخويا ابراهيم زيد اخويا ابراهيم بسم الله مرحبا بك السي ابراهيم ها راه ابراهيم عيطي لحسن عيطي له بدايه ديال الفيديو راه ابراهيم باش محكم عليا لا هو لا اختي سعديه انا مستعد على وجه السي ابراهيم واختي سعديه وانتم راه انتم اللي تديروا الفتنه ياك اخي حسن انت انت وياسين بالخصوص انت وياسين ياك اخي حسن نعطيكم دروس انا بعيد اخويا حسن نعطيك دروس بالله ولا تنعاود لك القرايه ولكن انا راه بعيد على هذا الموضوع الاخر فين هو الاخر فين راه نحسن عيط لك حسن حسن هذاك البودني انت كي قال هذاك ودني القط هذاك المتتبعين دابا نكملوا معكم ونجي الوالده والوالد تاهما نعطيهم شي كلمه ان شاء الله ايوا بصحتكم الدلاح وبصحتكم التيخ وبصحتكم سعديه كي جا داك الشيء والله الا شوف بلا المجامله الله يخلي لي خواتاتي العزاز والله الله يخطيهم امي حليمه هي كلشي النوره ديالنا والله يخلف على با محمد اللي ديما تيكبر بيا وديما تيحطني في واحد المقامه لا هي لا يحرموا منا يا رب العالمين وهذا هو باش تنحس سعديه باش تحس بالاب الثاني الاب الحمد لله ان شاء الله يرحمه الله يوسع عليه واخا ما عرفتوش جاب لي ربي الاب اخوتي اقسم بالله الا تنهضر معاك من القلب ربي اللي عالم بيا شتي فاش اون فوا تندخل هاد الدار الى سبحان الله العظيم وحق الله ملي جاتك الماكله بلا اختي رشيده بلا زعما ايوا خلات بلاصتها الصراحه الله ما تناكلوا ومفكسين وايلي الحمد لله ضروري ضروري غيكون الخير والله والحمد لله وداك الشيء هكا المشاهدين ديالي واحد السنيني فغزال واحد الله سقط تبارك الله عزيز عليك الوداد الدلاع والله همي الى الروح ديالي الدم الدلاع الدم عند الدلاع عندي في الدم الا كليت الفلاح مع الخبز بحال اللي كليت شواع ودابا خلاتك عروس كراشيده وزازيز كيفاش هادشي ديالك ايوا دابا تجي ان شاء الله دابا تجي همي دابا ان شاء الله يكون غير الخير والخير القدام ان شاء الله كلشي غيتصلح
وكلشي غيتريقل وغتريقل الامور تاع الله يرضي عليك. ما تعاودش تبان في القناه وما تعاودش تجي. دابا نلعبوها ودابا ندوزو لها منا ومنا ان شاء الله تتولي والله يولي عليكم وليداتي الخير والرزق ان شاء الله كاملين كاع اللي تيسول في ام حليمه غيبنا عليكم والله يرضي عليكم والله يسهل اموركم رحنا غاعيينها شويه ودعوا معايا وليداتي والله العظيم تا هاد الروح حتنا انا ما تنقدر نهضر ولا ايوا الله يشافي الجميع والله يعاون الجميع والله يرزق الجميع ان شاء الله. ايوا حنان حنان ما يقولوش المتتبعين عاوتاني حنان حنان راه تاهي اطراف من العائله حنان مسكينه راه تدوز دابا غيدوزو الانتحارم تيحفظو ودعيو معاهم وليداتنا ان شاء الله وربي يعاونهم وراني قلتها لها دابا عاد قلتها زيري راسك مزيان ايوا زيري راسك بالدراج زيري راسك ها واحد المره محسن قلت لها زير راسك شد راسو برك مزيان والله العظيم كيتسحبني انا راه الله العظيم بقى تيبرك على راسه ويعاود. سير اختي حنان قولي شي كلمه اختي شنو. السلام عليكم المتتبعين ديالنا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. امين امين. يا امي نعيمه بعدا تحشناها شحال هذه ما جاتش عندنا مسكينه والله العظيم بالله. غير كتقاتل مع الزمان. ياك ايوا الله يخليها لكم تهلاو في ديك الوايده ديالك عرفتي راه تمني ضربات عليكم. وقسم بالله مع المليا غير سيدي ربي وين ولدي شنو عندهم كانت تحشى مسكينه في البيكو باللور والبرد ها ما فاتبقات تبكي ما تبكيش ما رضي عليك ولدي راه غتبكيه الله يستر عليك ما تبكيش وحنا دابا غتنهضروا سبحان الله الا حنا نشوفك ما تبكيش ما تبكيش ما يسهل دابا غير تدير تدير ايوا ولدي دابا انا حساسه بزاف في هذا الموضوع ايوا هي اللي عرفتني تا بنتي شنو كاين شي الوالدين امي ما كيبقاش ما كيبقاو في الولاد تعرفوا الظروف اللي كيعيشوا ما كيعيشوش في ظروف قاسحين راه ماشي غير تبكي عليهم تبكي عليهم اه صافي اختي واه قولي قولي شوفي ديروا لنا شي ضحكه شوف ديري لنا شي ضحكه وديها لنا المشاهدين الله يرضي عليك اللي ما تبكيش الله يسهل عليك عندها مسكينه داير على ناعمه بزاف حنينه هي كاع عبر على ما حنينه حنان ماشي مسكينه الله يجعل ربي ما كناش كاع هورين هذا الشيء المتزبين انا المشاهدين بحالي دمعتنا غير يا الاحساس ديالهم صعيب ربي يسهل عليها ان شاء الله يا امين شتي الباسك ياك؟ ان شاء الله وديك الساعة تنشط المي لعيبة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وسط المسائل اه صافي اختي حنان والله مسكينة يعني عرفتي مسكينة المهم متتبعين هي ما تقالتها معاها ممكن تقول شي حاجة تقول لها ندير هكا اختي حصاري نعاونك اري نديرك والله العظيم حنان ما كاينش اختها في الدنيا عزيزة عندي نعمة تربية بحال أميمة اختي وكثر مسكينة ظريفة صراحة سيدي ربي والله هذاك نهار جات تحفظها مسكينة انا عسى ونهار جات انا لمعها مسكينة وغسلتهم قالت لها ما بغاوش يوقفوا لها الدموع والله العظيم وقفوا لها الدماء مسحوا لها مسحوا لها مسحوا لها حنان صافي نوضك ايوا صاف حنان حنان الشيطان يرمي بنادم الهم من وراء لا والله يرمي بنادم الحنين والله العظيم سبحان الله بحال والدي ترا قلت لك مسكينه شافت حفصه هنايا كانت دارت شي شويه انا مشات نعست وجات مسكينه غير بالحس غسلت داك القش كامل ومسحت مسكينه الكوزينه ايوا والله يخليها المهم تا والحمد لله حيت مازال حيه اللهم لك الحمد يبقى الوالدين حيين راه داك هو الفضل وراس الماء نعيمه مسكينه واحد لا والله الا مقاتله صراحه سيدي بزاف كاع و و و و و مسكينه والله الا كتسمح في راسها وتسمح في الدنيا وما فيها مسكينه غادي يكونوا ولادين مزيان والله اقسم بالله الا كنا كنعقلوا في ذوك الايام اللي كنا كنخدموا في الجرادي اقسم لك بالله العلي العظيم وكاين بعد العيالات اللي تيبغيو يشاركوا معنا الرور في بيكو قتلوا عليها ميكا وكتطلع كتقول لك انا نمشي نخدم ما نقلش قرينا يلاه ميكا مسكينه وتتركب فين ما فين ما مسكينه تتركب رمي ميكا وتركب اللي عندها نتامه ما تقلش يلاه المهم السلام عليكم انتظرونا فيديو ان شاء الله نشوفوا اختي رشيده ودعيوا معنا اخوتي المتتبعين تحيه لكم الله يرضي عليكم